مغاربة يحتجون بأمستردام ضد استمرار المخزن في ممارساته القمعية. نشطاء من الريف نظموا يوم السبت بمدينة أمستردام الهولندية مسيرة احتجاجية نددوا من خلالها بتدهور وضع حقوق الإنسان في بلادهم. النشطاء رفعوا شعارات تتهم حكومة عزيز أخنوش بتجاهل معاناة المغاربة جراء تدهور الوضع المعيشي وتفاقم الاحتجاجات الاجتماعية ومسيرة الغلاء التي تشهدها المملكة منذ أشهر. محمد السادس في ورطة كبيرة، فحتى من يعيش خارج أسوار المملكة يدافع عن أخيه داخلها، فقد بلغ السيل الزبا من قمع وتهميش. زير تيب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.